دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان تفقد أول نموذج لتشطيبات منطقة الفيلات في الحي السكن الذي تنفذه الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الحي السكن الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و180 متر تقريبا، بخلاف نحو 1000 فيلا بمساحات تتراوح بين 230 و328 متر مربع. تعالوا نروح نشوف. في متابعة لمستجد الأوضاع وآخر التطورات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بزيارة وجولة تفقدية لمقر المشروع، حيث تفقد منطقة الفيلات بحي الإسكان. الحي ده زي ما حضراتكم عارفين هو حي متكامل، لكنه مدينة مصغرة، هيبقى فيه كل شيء، في مش فقط العمارات والفيلات، ولكن هناك مباني الخدمات، المدارس، في تصميم لتسع مدارس موجودين. بالفعل احنا يعني خصصنا هذه المدارس لمدارس بالفعل تقدمت ليها وحتبدأ انها بتنفذ معانا هذه المدارس، في مباني خدمات تجارية، إدارية، صحية، كل شيء هيبقى موجود في هذا الحي ان شاء الله. تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لمسؤولي الحكومة المصرية لهذا المشروع العملاق الذي يحقق أرقاما قياسية على مستوى الكم والكيف المنجز به العمل والمستمر على مدار الساعة بمختلف مناطق المشروع. هي المرحلة الأولى زي ما قلنا لحضرتك كانت في البداية 10500 فدان، أصبحت دلوقتي 40000 فدان. ال 40000 فدان دول إحنا كهيئة مجتمعات عمرانية منوط بينا تنفيذ المرافق الرئيسية لل 40000 فدان، ودي اللي شغالين فيهم في المرحلة الحالية دلوقتي، تمام؟ بالإضافة إلى منطقة الآر 3 الحي السكن الثالث اللي بتقوم به هيئة المجتمعات العمرانية، وده عبارة عن 25000 وحدة سكنية ما بين عمارات ما بين فيلات. العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لتكون المركز الرئيسي لمقرات المصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفر مجتمع شامل بكافة مكوناته السكنية والخدمية المتنوعة، لتأتي أحد أهم الإنجازات الشاهدة على الإرادة والعزيمة المصرية. مينا مكرم، أون لايف.